القطة اللي قلت لي إياها وشي يوم أنت نجحت الخطة اللي قلت لي إياها يا سعود. قلت لعبد الله زميلي شارك في التحدي وقال لي ما أقدر، في ناس قاعدين يرسلوا لي. السؤال هو عبد الله زميلي كيف عرف يقرأ الكلام اللي يرسلون للناس على سناب شات؟ وإذا بيقول فويس نوت، ما إحنا ما سمعنا ولا فويس نوت. أصوات يرسلون، أنا ما حد يكسر على زميلي، يرسلون لي أصوات، ولكن أنا ما أعرف، ولكن أنا قوي، ولكن أنا أكسر راسكم، وجاي أنا أقوى، وش اللي مخبين عني؟ ليكون سعيد مخنون. أحب أقول لك إن كل اللي صار هذا كان لعبة بيني وبين سعود، عشان نكتشف إنك أنت قاعد تلعب علينا وتسوي نفسك ما تعرف تقرا وانت طلعت تعرف تقرا. لا تقول لي فويس نوت لان احنا ما سمعنا ولا فويس نوت، وجوالك الثاني كان على سبيكر، ولو تقول لي سماعه ما كان في اذنك سماعه طول الوقت، كنت تقرا بعيونك وكانت عيونك تمشي مع السطور. اذا عبد الله الزميلي انت تعرف تقرا. يا قاف قاف هذه خطة كانت بيني وبين سعود، كتابة خلو سعود خلو خطة لك، خطة فاشلة، خطة فاشلة ولا هي ناجحة من شواربك كالوري اللي صبغها صبغة بيضة. كيف كنت تقرا الكلام وتقول فويس نوت؟ عبد الله زميلي اعزائي المشاهدين اليوم رسميا انا قلت الكلام تسكت، انا قلت الكلام تسكت، عبد الله خالد انتحار على قدراوي ابدا. وش عمل الحشد الجاي؟ وش مر من الحشد الجاي؟